مثل ما شفتوا جمال التصميم وإنارة الليد بظهر الجهاز وخلفيات الشاشة لشخصيات لعبة فري فاير. هذا أحدث جهاز فلاج شيب من تكنو، وفا 6 برو 5G. مواصفاته راح يجيكم معالج ألعاب وهو ميديا تيك 6080 وتطبيق باسم جيم سبيس. هذا تطبيق مميز لأنه راح يعطيك تفاصيل مثل معدل استهلاك المعالج والرام والحرارة ونسبة البطارية والواي فاي، من غير الألعاب الموجودة اللي تقدر تحملها بشكل مباشر من خلال التطبيق. أما بالنسبة للشاشة فهي أموليد 120 هرتز مع إمكانية تقليل الهرتزية الشاشة للحفاظ على استهلاك البطارية. بما أن جبنا طاري الاستهلاك فبطاريات الجهاز بسعة 6000 ملي أمبير وبسرعة 70 واط، فتطمن من هالناحية. صوت الجهاز حيكون ستيريو نقي بتقنية الدولبي أتموس مع حصوله على اعتماد الهايرس أوديو. هسه نجي على كاميرا الجهاز الخلفية بدقة 108 ميجا بكسل مع نارة ليد تفاعلية. الكاميرا الأمامية للجهاز بدقة 32 ميجا بكسل، ملحقاته هدية من لعبة فري فاير مع استيكرات، بالإضافة إلى كفر شفاف والشاحن وكيبل الشحن والسماعة.